مزور محمد المدير الإقليمي للفلاحة بيصفو. يعتبر إقليم صفرو من بين الأقاليم الفلاحية بامتياز، بحيث كتشكل المساحة ديالو الكلية 400 ألف هكتار، بينما تشكل المساحة الصالحة للزراعة 100 ألف هكتار. ومن بين هاد 100 ألف هكتار نجد 20 ألف هكتار كلها مساحة مسقية. إذن هاد المساحة الفلاحية هي تتشكل بالأساس من زراعة الحبوب اللي كتحتل واحد المرتبه تقريبا نصف 50% من المساحه ديال المساحه الصالحه للزراعه. كذلك نجد من بعد الحبوب نجد سلسله الزيتون بمساحه اللي كتقدر ب 30 الف هكتار. تليها مساحه الورديات اللي تحتوي على مجموعه ديال الاصناف: التفاح، الخوخ، الشهديه، اللوز، البرقوق، الحب الملوك الى اخره. اذا هذه السلسله هذه كتشكل واحد 10000 هكتار، وتقريبا تتمثل اكثر من 65% ديال الانتاج ديال الاقليم. بالنسبه لهذه المساحه ديال الورديات، هي كتشغل فيها سلسله ديال التفاح تقريبا 50% ب 5000 هكتار، تليها مساحه البرقوق ب 1000 هكتار. وهنا نبغي نشير بان اقليم صفرو يتميز على الصعيد الجهوي بالمساحه ديال البرقوق ديالو، بحيث كيتصنف اول من حيث المساحه، وكذلك من حيث الحجم ديال المنتوج، بحيث انه كيحتوي على منتوجات ذات جوده عاليه كبيره الحجم، لو غون كاليبر. إذن بالنسبة لهاد السنة هذه ديال 2020، شهد الإقليم ديال صفرو توالي ديال ثلاث عواصف بردية، جوج منها دازوا بردا وسلاما على الإقليم، بحيث أنه ما شكلوش شي أخطار، بينما العاصفة الثالثة اللي كانت يوم 6 يونيو 2020 كانت عاصفة بردية استثنائية بجميع المقاييس. استثنائية من حيث الوقت ديالها، بحيث انها مرت ما بين 3 إلى 5 دقائق في المنطقه. كانت استثنائيه من حيث الحجم ديال حبات البراد، كذلك كانت استثنائيه من حيث الممر ديالها، بحيث انها مرت في جوج ديال الممرات دو كولوار. غالبا ما تيكون صفرو كاين هناك ممر اللي معروف ديال البراد، واللي تيبدا من ايت 7 الجروف يمجزا كندر، وتيمشي هذا الممر الى العنوصر وتيخرج لجهه بولمان. بينما في يوم 6/6 كانوا هناك جوج الممرات اللي تقاطعوا في يمجزار في ايت 7 الجروف. اذا كاين ممر اللي جا من افران وداز الايموز ايت 7 الجروف وهبط على عين شقف ومشى لبني سادن راس تبوده وبير طمطم، وهناك ممر اللي جا من افران وداز على ايت 7 الجروف ومشى للعنوصر لتازوطا وزاد. الاستثناء الاخر هو شساعه الممر، بحيث ان الممر كان ممر كبير وقاص مجموعه ديال الجماعات لاول مره، وهذا هو الاستثناء الاخر. إذن هاد العاصفة البردية دارت خسائر في هاد الممرات. ملي كنقولوا على الخسائر، هي كانت خسائر تتراوح ما بين 10 إلى 90% ديال الخسائر، ولكن في داخل الممر، بحيث كنوجدوا بأن مجموعة ديال المساحات ديال الورديات مثلا في جماعة كندر سيدي خيار ما تقاشتش بهاد العاصفة البردية، بينما في ايت 7 كنصيبوا بان ذاك الممر كاين اللي تقاس فيه تقريبا ب 90 الى 100%. الاستثناء الاخر هو حجم ديال الحبات ديال البراد.
اذا الحباد البراد كانت كتراوح ما بين 3 ديال المليمتر الى 5 المليمتر، اي الحجم ديال كره ديال الغولف. وهذا الحجم هذا جاء في الوقت، يعني التساقط ديال البراد بهذا الشكل هذا جاء في الوقت ديال الانتاج ديال الخوخ والشهديه وديال التفاح. اذا الخسائر كانت كتراوح ما بين تساقط الاوراق، ما بين تساقط الفاكهه، ما بين تكسير بعض الاغصان، ما بين تكسير ديال بعض ديال الاغصان الكبيره، الى خسائر اللي شملت التكسير الكلي ديال بعض الاشجار في إمزدر كندر وجماعة، خصوصا جماعة أيت السبع الجروف. إذا في هذا الصدد كانت هناك زيارة السيد وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اللي جات بأوامر ملكية سامية، وهذا كيبين وكيبرهن على الرعاية المولوية ديال صاحب الجلالة نصر الله للرعاية ديالو في الإقليم، بحيث أنه كان كيشاطروهم هاد المصطبة هذا، وبالتالي كانت الانتقال ديال السيد وزير الفلاحة جاء باش أولا يطلع على حجم الخسائر، ثانيا باش يتقرب من الفلاحة ونشوفوا شنو هما الإجراءات اللي نقد نزيدهم على الإجراءات اللي وزارة الفلاحة كتاخدهم اعتياديا، لأن احنا عاصفة البرد في إقليم صفرو ماشي شي حاجة جديدة، هي كتجي كل سنة، غير هاد السنة جات استثنائيا كما ذكرنا. إذا بالنسبة للتدابير اللي كانت كتخد من قبل، كان هناك توزيع ديال مولدات ضد البرد لي جينيراتور أونتيغريل، كانت هناك التأمين ضد المخاطر المناخية من بينها التأمين ضد البرد، كان هناك الدعم ديال الوزارة للشباك الواقي من البرد لي فيلي أونتيغريل. إذا هادو كان مجموعة ديال التدابير اللي كانت كتاخذها الوزارة. الجديد هاد السنة هادي هو أن هاد التدابير هادو تزادوا في الحجم ديال الحجم ديالهم، وتزادوا في النوعية ديالهم، بحيث أن أول حاجة هو أن المولدات ديال البرد اللي كاينين في الإقليم ديال صفرو واللي كيبلغوا 13 مولد هما موزعين في ممر ديال البرد لو كولوار دو غريل، يعني جايين على طول الممر ديال البرد الاعتيادي اللي كنعرفوه دائما. وهاد المولدات هما متوزعين عند فلاح، كل مولد عند فلاح، لان لا يمكن ان يكون تغطيه ديال مولد تقريبا 5 كيلومتر ونديروا جوج المولدات في نفس الضيعه، اذا هنا تيكون النجاعه ديالهم غير مجديه. وبالتالي هاد 13 مولد هما متوزعين على طول الممر الاعتيادي ديال البراد. النقطه الثانيه هو ان هاد المولدات البراد هما تيخصهم يخدموا على الاقل 3 ساعات قبل انطلاق العاصفه باش يكونوا فعالين. وفي هذا الصدد كاينه واحد الفيدراليه وطنيه ديال محاربه البرد اللي كتصيفط رسائل عبر الهاتف، يعني داز اس ام اس ديال ساعات انطلاق البرد. كذلك هناك نشرات انذاريه ديال الارصاد الجويه اللي كيتوصلوا بها هاد اصحاب مولدات البرد واللي تيكون عندهم الوقت انهم كيطلقوا هاد المولدات. اذا هنا نرجع للاستثناء باش نقول بان يوم 6 يونيو كان بعض الاصحاب مولدات البرد اللي شغلوهم، وكان البعض اللي هما واحد 3 ديال الناس اللي ما استطاعوش انهم يشغلوهم في المده الكافيه، وبالتالي ما تمكنوش انهم ينقصوا من الحده ديال هاد العاصفه البرديه. نعطي المثال، جماعه عين تيمقناي تعاونيه البوغرينيه عندهم مولد ديال البرد اللي شغلوه 3 ساعات قبل العاصفه، وتمكنوا انهم ماشي كفيو داك المنطقه ديالهم كلهم، خفوا من هاد الحده ديال العاصفه البرديه، بحيث انها ما بدات كتحصر الخسائر الا واحد تقريبا جهه واد زلول اللي كيبعد واحد 5 كيلومتر على الموقع ديال هاد مولد البرد ديال التعاونيه البوغرينيه. اذا هنايا التدابير الجديده اللي خداتها وزاره الفلاحه وطبيعه الحال بتشاور مع المهنيين وبتشاور مع وطبيعه الحال بعد الزياره ديال السيد وزير الفلاحه، كانت كتشمل جوج ديال التدابير استعجاليه، وهي المعالجه ديال
خصوصا الخضروات، لان داك الساعه كانت في وقت العاصفه كانت تزامنت مع الانتاج ديال البصله. اذا المعالجه ديال البصله ديال الخضروات من الامراض الفطريه، المعالجه الانيه، كذلك الثاني الاجراء الثاني وهو اذا هنايا كاين اجراء ثاني وهو معالجه البساتين واستبدال الاشجار التي تم اقتلاعها. بالنسبه للتدابير الاخرى الهيكليه، هي اربعه ديال التدابير اللي همت اولا الزياده في النسبه ديال الدعم المخصص للشباك الواقي من البرد الفيلي اونتيغريل، واللي كان كيبلغ 40% في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، واللي ولا كيدير 60000 درهم. اذا 60%، اذا مشى من 40% اللي كانت لواحد السقف ديال 50000 درهم الى 60%، وهذا 60% باش تمكن الفلاحه باش انهم يتشجعوا يديروا الشباك الواقي من البراد. التدبير الثاني وهو الزياده في عدد المولدات ضد البراد، وهذا العدد اللي كيف قلت اقليم صفرون كيحتوي على 13، من المرتقب انه يزيد هذا العدد، لان لا وزاره الفلاحه ولا الجهه ماشي يتمكنوا ان شاء الله باش انهم يزيدوا واحد العدد، وماشي يكون كيشمل ماشي يكون عاوتاني موزع باخذ بعين الاعتبار هذا الممر الجديد ديال البراد والشساعه ديالو. اذا هنا في هذا الصدد تيكون التوزيع بتشاور مع مهنيين، بتشاور مع الفيدرالية، بتشاور مع المدير الجهوي للفلاحة، وكذلك هاد المولدات تينزلهم عند الفلاحة اللي قدوا يهتموا بهم، لأن هادو مولدات جيل جديد اللي عندهم مولدات ذكية واللي تخصهم العناية والحفاظ عليهم. بالنسبة للتدابير الأخرى، هناك تأمين ضد المخاطر المناخيه واللي تزاد في السقف ديالو، وبالتالي ماشي يمكن ان الفلاحه اللي عندهم اللي كيجيو في هاد لي كولوار دو غريل في الموارد البراد انهم يديروا التامين ديالهم. التدبير الرابع وهو توزيع ديال القروض. تنعرفوا بان الفلاح في هاد الفتره هادي تيكون ملزم امام الشركات ديال القروض بتسديد الديون اللي عليه، وبالتالي ملي كتضربوا هذه الجائحه ديال البراد تيكون الانتاج اللي معول عليه باش انه يسدد به الديون تيخصو تيأجلو الى سنه اخرى. اذا هادو تقريبا هما التدابير اللي خدتها وزاره الفلاحه في هذا الصدد. بالنسبه للتعاونيات الفلاحيه، دونك هنا بالنسبه للتعاونيات الفلاحيه هما شريك في جميع العمليات الفلاحيه اللي كتقوم بها المديريه الاقليميه على الصعيد الاقليمي. وهاد التعاونيات الفلاحيه نبغي نشير بان في اطار مخطط المغرب الاخضر تم الارتفاع ديال العدد ديالهم تقريبا بالضعف. كذلك كنشهدوا تزايد عدد التعاونيات الفلاحيه النسويه اللي مشى العدد ديالهم من 12 تعاونيه الى ما يفوق 38 تعاونيه نسويه في جميع المجالات، بحيث اننا كنفتخروا بان اقليم صفرو ولات فيه المراه القرويه من خلال التعاونيات النسويه تيديروا تيتخصصوا في مجالات ديال الانتاج ديال الحليب والتثمين ديالو وتثمين مشتقات الحليب. كذلك هناك النساء القرويات اللي دايرين تعاونيات ديال النحل وانتاج العسل، هناك تعاونيات ديال انتاج اللحوم الحمراء من خلال النعاج، هناك تعاونيات ديال الزعفران، تعاونيات ديال الصبار يعني الهنديه. اذا هناك مجموعه تعاونيات بالاضافه الى التعاونيات اللي معروفه في الاقليم، كالتعاونيات اللي كتهتم بالحبوب كالكسكس والمعجنات، كذلك التعاونيات اللي مهتمه بالخل ديال الورديات خصوصا الكراز والتفاح، والتعاونيات ديال البرقوق ديال الجفيف البرقوق. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.